طلعنا على رقبان، معاناة كتير مأساوية والله. يعني بالبداية كنا ما بنعرف شي، بس لما عشنا بالمخيم وهيك كتير عانت العالم. يعني سكروا النقطة الطبية، ما عاد اعترفوا على المخيم، وضعنا يعني أكثر الناس. أنا بحكي عن حالي، يعني صرت أبيع أغراض بيتي لحتى أكل وأشرب وأعيش بنتي. يعني أمور كتير كتير مأساوية هنيك. صار العالم بدها تمشي تطلع على بلادها وهيك، يرفضوا إنه العالم تطلع. كان في محل بنص السوق، المحل معروف بيبيع سلاح وما سلاح معروض نظامي، وبنفس الوقت المحل بيبيع المخدرات، وفي ناس يعني شباب من بيشتغلوا بالمحل بيروحوا بين الشباب على يعني جرب هالحبة جرب هالشبوة، فشوي شوي بيستدرج الواحد بعلمه وبيتعلق الواحد، ما عاد بيقدر يطلع من المخيم من ورا سبب المخدرات. بعدين شفنا شوفير سيارة يعني قال انا بدي اطلعكم، بس يعني بدي مضطر يدفع لجماعه المغاوير، دفعنا شيء 700,000 تقريبا. نعم. لما وصلت الرقبان منعونا نطلع من الرقبان، تعرضنا للاهانات، تعرضنا للجوع، تعرضنا للضرب، وحتى طالبونا المغاوير انه نجند اولادنا وياهم، ورفضت اني اخلي اولادي يتجندوا مع المغاوير، وتعذبنا عذاب كثير، إهانات وجوع ومآسي كبيرة، وأنا أعاني وأبكي، تألمت كثير، وبالأخير قدرت أطلع أنا من مخيم الرقبان، دفعت 800,000 ليرة سوري لهم حتى خلوني أطلع، بس أولادي ما خلوهم يطلعون، حاولوا سجنوا أولادي مشان يمشوا وياهم ورفضوا، أولادي ما مشوا مع المغاوير. وبالأخير هسا من 10 أيام أجوا أولادي دافعين شيء تقريبا 800,000 ليرة سوري. ولو شفت وضعي كيف الرقبان بيحزن أنا والأولاد، وأنا يعني أحب كل واحد فعلا، بعد ما اللي شفته هون أحب كل واحد يرجع لأرض الوطن فعلا. مرات بنوكل يوم بنوكل وعشرة لا ما فيش إشي، ويا ريت يخلونا نطلع ونجي جاي، يعني حازين حريتنا ان ما نطلع ونجي لهون. يعني مضينا ايام تمنينا الموت فيها، والله اقول لك ماش حسبت حالي بني ادمه والشهاده الا لما جيت هون وشفت العالم وشفت الاوادم. هناك حازين حريتنا، اكل ما فيش ولا شيء بيجيبولنا، في شباب ياخذوهم غصب يتجندوا، في شباب والله يتخبوا بالنسبه لاولادي يتخبوا عندي بالبيوت عشان ما يتجندوا ولا شيء. يعني كان وضعنا سيء، ما شفنا حالنا لما صرنا هون، واشجع فعلا كل واحد اقول له تعال عرض الوطن، كيف بيصير بني ادم هون.